اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من العاصمه الاسماعيليه مكناس. استنفار امني كبير لرجال الامن الوطني، وفي اثناء تحرك لرجال الامن الوطني في اتجاه منطقه اخرى لتامين تنقل الجماهير المكناسيه بعد انتهاء مقابله الكوديم واولمبيك اليوسفيه. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، بنتيجه التعادل تجنبا لاي احتكاكات، تجنبا لاي يعني انفعالات. كنعرفوا انه الجماهير كانت كطالب بالفوز، لكن رجال الامن الوطني هنا بالعاصمه الاسماعيليه لجندات ولايه امن لجندات يعني مجموعه من العناصر ديالها من اجل انه تامين هذا اللقاء، وكذلك حتى بعد اللقاء فتامين يعني وصول الجماهير وتنقلها الى المنازل ديالها والى الاحياء ديالها في احسن الظروف. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، وهذه النقطه هنا بقرب المارشي اللي كتواجد يعني اللي معروفه محطه طرقيه، اللي المحطه ديال الطوبيسات المعروفه واللي كتنتقل منها اغلب الجماهير المكناسيه. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، دائما على المباشر مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كما تابعتوا معنا هو على المباشر. الان كان تحرك ديال رجال الامن الوطني في اتجاه نقط اخرى لمعرفه يعني وتتبع تحركات الجماهير على طول في كل شوارع وباهم شوارع وازقه المدينه، كما كنقولوا حفاظا على الامن وامن وامان المواطنين وكذلك ممتلكاتهم الخاصه. فالشكر كل شكر لرجال الامن على هذا العمل الكبير. كما قلنا مشاهدينا فهنا على مستوى المحطه ديال المارشي او اللي كتواجد بحمريه واللي هي كتعتبر يعني نقطه يعني اللي كيكون فيها اغلب اغلب الخطوط كتحرك من هذه النقطه هذه، زيد على ذلك النقطه اللي كتواجد بالهديم. فكما كتابعوا معنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي وعلى المباشر، شكر كل شكر رجال الامن اللي كانوا يعني قريبين من كل صغيره وكبيره في هذا اللقاء هذا. كما تابعتوا معنا قبل قليل من داخل الملعب الشرفي، كان في بدايه اللقاء كان يعني بعض الشنآن ما بين يعني الالتراس اللي كان حاضر من بعض الجماهير المحسوبه على الجماهير المكناسيه، اللي كان بعض كان المشكل يعني واللي يعني تم يعني يعني الفك ديالو في ثواني معدوده من بعد يعني تدخل رجال الامن الوطني بحنكه وب يعني بتجربه كبيره وفي كل مشكل بطريقه وديه لتجنب اي احتكاكات او اي مشكل اللي ممكن يكون خارج عن اطاره الرياضي. فالجماهير المكناسيه جماهير شغوفه ومحبه للفريق ديالها، والهدف الوحيد هو دعم الفريق ومساندته في المشوار ديالو الرياضي لهذه السنه. دائما وعلى المباشر، النتيجه صراحه المشاهدين كانت غير مرضيه للجماهير اليوم اللي كانت تطمح الى الفوز، وكان لقاء في المتناول، لكن مجموعه من التفاصيل ومجموعه من التفاصيل والحيثيات اللي خلات انه اللقاء يمشي من بين يدي فريق الكوديم ويخرج بنتيجه تعادل هدف مقابل هدف. نعم دائما وعلى المباشر مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، كنتواجدوا معكم دائما من هنا من المحطه ديال حمريه ديال الطوبيسات، واللي كان يعني حضور امني كبير لرجال الامن الوطني، واللي كما قلنا تحركوا في هذا الاثناء لا باللباس النظامي ولا بالزي المدني اللي كانوا حاضرين بقوه، والان انتقلوا الى نقطه اخرى من اجل يعني متابعه تحرك الجماهير وتنقلاتهم داخل المدينه الى حين وصولهم الى المنازل وبيوتهم واهاليهم بامن وامان. نعم مشاهدي متابعي قناه شوف تيفي، كان معكم مراسل القناه منير معطاوي من هنا من العاصمه الاسماعيليه مكناس، الى اللقاء، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.